كابتن مجدي عبد الغني. بص، مجدي بيظل صديق عمر ويظل عشرة ملعب بالنسبة لي. بزعل منه في بعض الأحيان، ساعات بتفلت منه في الكلام، ساعات بتفلت منه تعبيرات، لكن مجدي عشنا مع بعض يعني سنين طويلة جدا. أنا على فكرة دايما بقول أحسن لعيب في تاريخ مصر في مركزه مجدي عبد الغني. تظل العلاقة الطيبة هي اللي هتجمعنا أيا كانت نسبة أو درجة الخلافات بيننا. عظيم.